أهلا بكم مشاهدينا من جديد. لقي كلام الممثل سليمان رزق ابن المخرج السوري يوسف رزق عن رغبته في الزواج من الممثلة الأمريكية أنجلينا جولي لقي تفاعلا كبيرا عبر وسائل التواصل الاجتماعي. خاطب رزق جمهوره عبر منصة كيو ميديا بطلب منشن ومساعدته لإيصال رسالته إلى أنجلينا جولي دون أن ينكر أن هدفه من تلك التصريحات إثارة الترند وتعمد إثارة الجدل، واصفا إياها بالجميلة والطيبة وأنها تحب الأطفال وأنه لا يهمه فارق السن بينهما وحتى لو اضطر الأمر إلى أن تتبناه. ظهر سليمان رزق في فيديو على حسابه في إنستغرام ويبدو أنه يتحدث مع والدته الممثلة السورية أمانة والي، يؤكد رغبته بالزواج من أنجلينا جولي وأنه لم يكن مازحا أبدا. نتابع. ألف لا لا، قصة أنجلينا جولي حقيقية؟ إيه، بس هذا الفيديو ببين كأنه أنت إنه تمسخرت على قصة أنجلينا جولي، وشوفوا قديش اهتميتوا. لا، قصة أنجلينا جولي مو مسخرة. لا لا، وألف لا لا. لكن شو؟ لا يا روح ستي لا. قصة أنجلينا ثانوية، ولكن شغلي أهم، هو أولوياتي، فنزلوا لي اثنين، بس بدي اثنين ينزلوا، مو واحد. بس قصة أنجلينا جولي حقيقي، يا أنبياء أخطب يا أتبنى. تابعوا النشر. ولكن ما يوحي أن سليمان يوسف رزق تعمد إصدار هذا التصريح ليكون ترند ويلفت الانتباه إليه من قبل الجمهور، خصوصا أنه اعتاد إثارة الجدل في لقاءاته. بالمقابل لا يظهر بأي أعمال فنية ولم يحظى بشهرة مثل بقية الممثلين الشباب، فقد ظهر في فيديو آخر يذكر الناس بأعماله الفنية المقبلة من مسرحية وسينمائية. مساء الخير. شكرا جزيل الشكر للصفحات اللي عم تنزل لي انه انا طالب ايد انجلينا وهالقصص، بالرغم انه في منهم قصدهم للانتشار فقط، ولكن كمان انا عندي مسرحية اسمها الليل طويل، اشتغلت عليها منيح يعني تعبت، وفي فيلم اسمه كازيروز كمان اشتغلنا من فترة قصيرة ورح يطلع بالعيد ان شاء الله. بيزعل الواحد لما بيشوف انه الاشياء الثانوية تنتشر بسرعة، بس الاشياء الفنية والحقيقية واللي بتهمنا كتير ما بتنتشر نهائيا. يعني ما 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 مثلا شفنا انه والله سليمان رزق عامل شخصية بفيلم كازيروز مثلا، تعالوا نشوف شو هي يا ترى، تعالوا نشوف هالمسرحية سليمان عم يشتغل مسرح. الممثل سليمان يوسف رزق كان ظهر في مسلسلات تلفزيونية من إخراج والده يوسف وعندما كان طفلا تحديدا، وحصل على أدوار بطولة لكنه ما لبث أن اختفى عندما كبر، واكتفى بالظهور في لقاءات وإصدار تصريحات مثيرة للجدل. كلام سليمان رزق أثار السخرية بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي فعلقوا ساخرين. هذه بعض التعليقات كتبت رديم، تقول ولك عيني عندك القدرة تربي كل هالعجيان اللي عند خالتك أنجلينا، ولا مفكر ربطة خبز رح تكفيكم؟ هي إذا المعتمد يلي عندهم رضي يعطيك ربطة مزدوجة، روح فرشي سنانك ونام، الله يهدي بالك وسرك وخليك على عمشة بنت الجيران أقل ما يمكن، ربطة خبز مفردة بتكفيك أنت وياها، وإذا ما كان عندك بتجيب من عند أهلك. أيضا تعليق آخر لريم أو ريما تقول أصلا هي مجرد ما تعرف أنه حماتها أمانة والي وعم يوسف رزق راح توافق عليك، بس طول بالك لا تستوعب الفرحة. مهيب علق قائلا والله أنا والمتابعين رايحين نخطب كيم كارداشيان لرفيقي لؤي، بدك تصبر علينا لنرجع معجوقين. لأن نيروز كتبت تقول نحن لازم نتساعد مشان ما يوصل هالحكي للمخلوقة، وإلا عشيرة آل جولي لا يخرجوا أو يخربوا الدنيا. أيضا طارق علق إذا عم يتابع صفحتي أنا جاهز، بنروح لعند عمي أبو أنجلينا وبنطلب له إيدا. سليمان شاب شغيل وقبضاي واخد دور نباش بصفيح ساخن وقادر يفتح بيت. ريبوست اليوم مشاهدينا، غدا لقاء جديد بتمام السابعة بتوقيت دمشق، إلى اللقاء.